تونكتو تونس الحدث. سامي عبو 3 دقائق تفضلي. شكرا سيد رئيسة. مدام 3 دقائق يظل لازم نعطي نتكلم فيسا باش نجم نقولش نحكي. فعلا يا سامي كي الناس الكل. اي كيما الناس الكل. باهي اولا انا نطالب بتغيير عنوان هذا القانون. القانون هذا عنوانه عفى الله عما سلف، عنوانه معناتها المصالحة. عنوانه المصالحة. باهي المصالحة مش خايبة على المصالحة. واحنا كنا على خط المصالحة يلزمنا نوصلوا لها بإذن الله، لكن المصالحة تقتضي أولا المحاسبة، تقتضي كشف الحقائق، تقتضي التمعن، ثم معاني كاملة راهو في العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية نؤمن بها يا سيد الوزير، نؤمن بها، منؤمن بها بالحق. شو معنى نؤمن بها بالحق؟ يعني ثم حاجة اسمها الاعتذار، ثم حاجة اسمها العلنية، ثم حاجة اسمها تونس كاملة، شعب كامل يزم يعرف شنو اللي صار، يزم يقف قدام الضحية، يقف ويزم يعترف ويزم يعتذر ويلزم تحس المعاني نتاع الندم. هذا كله نحات. ثم كان مصالحة نتاع فلوس حتى في الجرائم الجسيمة، معناتها الصلح يوقف التتبع القضائي في أخطر الجرائم. هذا بالنسبة للتقرير اللي عندي أنا، ماهيش مشكلتي غلطة اللجنة ولا غلطة المشروع الحكومة. حتى كشف الأرشيف تقول الكتاب الأسود، أنا نطلب من السيد الرئيس باش يعاودونا كتاب آخر الجزء الثاني، لأنه هنا ما ثماش كشف الأرشيف، ما ثماش. هذا القانون نشاز بالنسبة للوضع. احنا توا في الحوار الوطني يتفاوضوا مع اللي هما باش يشملهم القانون هذا، يتفاوضوا على حبيب السيد باش يولي رئيس حكومه. احنا جينا بعد مده الضحايا ولاو متخبين حاشمين وجلادين، ولاو يتباهوا بانهم جلادين. يجي يطلع سليم شبوب يقول نستنى في قانون عادي انتقالي، باش يروح، باش يروح سليم شبوب، باش يروح بالاحسن الطرابلسي، باش يروحوا كل من انتهك حرمه الشعب التونسي، كل من سلب المال العام تاع الشعب التونسي. القانون هذا العدالة الانتقالية في إطار صفقة، أنا نقول ماهوش في إطار تحقيق العدالة الانتقالية. لو لم يكن كذلك ما كانت نحاتش الفصل اللي فيه أنه الجرائم الجسيمة، ونعاود نقول مليح التعذيب، الاغتصاب، الصلح لا يوقف التتبع فيها. تقول ليش خطأ؟ أنا ماهوش خطأ. كي نسمع سي زيد قشورو يحكي ادخلوا فانتم الطلقاء، ونسمع صقور النهضه يحكيوا على التسامح اللي حنحبوه التسامح. انا يا اخي قبل ما تعمل التسامح مش تحت حيط نجي نعطي زور سوردي، نجي نضغط على الضحيه اللي هو الضعيف ونقول له هاو الفلوس وبسلامه وفيه البركه. لا يلزم الجاني يلزم يعترف، يلزم يعتذر وقدام شعب كامل. هذايا ضعف كبير. دايوغ ما نلقاو شباب يحكي على المحاسبه، نلقاو فصل 2 ضعاف. وين المحاسبه سيد الوزير؟ تقوليش لجنه تتعمد في اطار العداله الانتقاليه، وين تطهير القضاء اذا كان اللجنه هذه بيدها؟ شكرا سيده ساميه. شكرا. تونكتو تونس الحدث.